الثنائي على التواصل، وها هي انطلاقتنا تتجدد على أرضية هذا الميدان وانطلاقة شوطنا هنا التاسع في مجموعة أشواط هذه الفترة المسائية التي نتابعها هنا في هذه الانطلاقة على أرضية الميدان الذكي هنا بمدينة دبي في هذا اليوم المميز الجميل، ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير، شوطنا التاسع القاصب اللقاية القعدان المحليات الأصايل هنا لأيضا أبناء القبائل في يوم مميز جميل. نتابع هذه المجريات، نتابع التحديات، نسير معكم سويا في المراكز العشرة الأولى. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين، ونهني جميع الفائزين في هذه الأمسية التراثية الجميلة سواء بالكاسات هو بالبنادق. هنا نتابع هذا الانطلاق، نتابع هنا الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول، يأتي هنا المتسرب ناصر بن علي بن حمد النعيمي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والمنطلق هنا شاهين ناصر بن محمد بن سعيد الهاشمي، وعلى المركز الثالث يأتينا بهذه الانطلاقة هنا والتحدي والإثارة ينطلق ملفت سيف بن محمد بن عصيان المنصوري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع وينطلق شاهين عبد الله بن حمود بن ياسر الجحافي المنطلق، أي هذا الأداء على رابع مراكزنا. وفي المركز الخامس هذه الانطلاقة الجميلة ويأتينا شديد ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري المنطلق بالتحدي المميز الجميل بهذا الشعار المميز، أيضا شعار جميل. هناك الوصول من مشوش مبارك بن حمدان بن غانم الفلاحي من يأتينا على المركز الثامن. المركز الثامن والمنطلق شاهين خليفة بن سيف بن عبد الله المنصوري، ومن الجانب الآخر التحديات جميلة والإثارة من راهي حمود بن حمد بن عثعيث الراشدي من يأتينا على المركز الثامن. أما المركز التاسع مراكزنا في هذا الأداء المميز الجميل هنا هو التحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا القادم شاهين مبارك بن هادي بن بيحان المنهالي، وعاشر مراكزنا هو المنطلق بكل قوة في هذه التحديات الجميلة والإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام تحديات، يا سلام بدأت الإثارة. هناك القادم شاهين سلطان بن حمد بن مطر بن حميرة الشامسي، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى النزاع، إلى الصدورة. هناك من غير على المقدمة شاهين ناصر بن محمد بن سعيد الهاشمي من انطلق على صدارة، ولكن أرى شعار البنادق هنا يتسلل هنا مع شديد في هذه اللحظات، شديد المنطلق من الجانب الآخر، شعار صعب المضمرين باسم ناصر بن خليفة بن سلطان المطوع المنصوري من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث هناك التحدي والإثارة هنا بالتحديات وبالإثارة مشاهدينا الكرام، والتحدي المميز. هناك أيضا يأتي شاهين مبارك بن هادي بن بيحان المنهالي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المتسرب ناصر بن علي بن حمد النعيمي، وشعار بن عميرة من الجانب الآخر أيضا يتسلل في هذه الانطلاقة الجميلة مع شاهين سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. وبعود أعود إلى الصدارة، أعود إلى شديد هنا على الصدارة، على المقدمة ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري من يتسلل على الصدارة، ينطلق بالمقدمة بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا شديد مع الكيلو
كيلومتر الأخير شديد على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني شاهين مبارك من هادي من بيحان المنهالي، والمركز الثالث اسم جديد يصل هنا ملاقط سلطان بن حمد بن الأصلي الشمسي وممثلها لمدام شاهين قادم هنا السويدان. في هذه اللحظات من مصبح بن سالم المتفيق نكتبي، ولكن الصدارة مع شديد المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يبا السلام من المرموم إلى المرموم، من المرموم إلى المرموم، يا السلام انطلق ما شاء الله، انطلق شديد بالفوز، شديد بالتحدي، شديد بالإثارة بهذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا تهانينا للراسل بن خليفة بن سلطان المنصوري على هذا الأداء المميز الجميل. هو التحدي والإثارة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا والناموس على هذه الانفرادة المتميزة الجميلة بهذا الشعار المميز الجميل. شكرا صعب المضمرين على هذا الأداء المميز الجميل. شكرا أيضا للمضمر محمد بن علي أيضا على هذا الأداء المميز الجميل. ها هو شديد يصل إلى خط النهاية ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين سويدان بن مصبح بن سالم المتفيق. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام شاهين مبارك بن هادي بن بيحان المنهالي. وفي المركز الرابع شعار بوزايد من وصلنا على المركز الرابع في هذه الانطلاقة. وفي المركز الخامس المركز الخامس شاهين سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي من أتانا على المركز الخامس. 7 دقائق 19 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل في هذا الانطلاقة الجميلة تحت أقدام شديد لناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري بهذا الانطلاق المميز الجميل. بينما المركز الثاني 7 دقائق 23 ثانية، جزء واحد من الثانية شاهين السويدان بن مصبح بن سالم المتفجج لقتبي. بينما ثالث مراكزنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هناك كان الانطلاق من قبل شاهين مبارك بن هادي بن بيحان المنهالي قاطع المسافة ب7 دقائق 23 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.